أبنائي الطلاب الصف الثالث الابتدائي، الفصل الدراسي الأول، درسنا اليوم عن درس من دروس اللغة العربية، الدرس بعنوان أسرار سباحة. سنتعرف بهذا الدرس عن أسرار سباحة حصلت على مدياتين فضية وبرونزية، كذلك حصلت على رسالة الجمهورية. هذه الشخصية تعالوا بنا لنتعرف عن أبرز ملامحها وما قامت به. طبعاً كما تعلمنا لا بد من تحقيق أهداف، أربعة أهداف. الهدف الأول قراءة النص مضبوطاً بالحركات، والهدف الثاني اكتساب معاني ومفردات جديدة، الهدف الثالث التعرف على الأساليب اللغوية، أيضا في النهاية استكشاف القيم الواردة في هذا النص. تعالوا بنا لنقرأ ولنتعرف على أسرار سباحة. أول وأسرار سباحة بارمبية. في مصر وإفريقيا والوطن العربي تحصل على الميدالية النسائية في بطولة العالم للسباحة، هي السباحة آية الله أيمن عبس. إذا هي أسرار سباحة بارمبية، أي ذوي الاحتياجات أو ذوي الإرادة في مصر وإفريقيا والوطن العربي تحصل على الميدالية النسائية، ألا وهي البطلة والسباحة العالمية آية الله أيمن عبس. آية منذ ولادتها من ذوي الإرادة. ذوي الإرادة أي لديها إعاقة، سواء كان في القدم، الإعاقة بمعنى عام هو شيء أو فقد الإنشاء الإنسان شيء من أعضائه، أي منذ ولادتها من ذوي الإرادة، وقد حققت حلمها بأن تكون أسرار بطلة في بعثة الرياضيين المصريين في دورة الألعاب الأولمبية والآرمية. التحق السباحة، إذا بدعت آية في السباحة لذوي الإرادة عام 14 و2000 ميلادية. احفظ جيدا هذا التاريخ، وتأهلت لتشارك في بطولات عالمية لتكون أول سباحة مصرية وعربية تشارك في بطولة الألعاب الأولمبية، وعمرها لم يتجاوز 16 عاما. أحرزت آية ميداليتين، الأولى فضية والثانية برونزية في بطولة العالم. في بطولة العالم البارمبية للمكسيك في عام 17 و2000 وعمرها 17 عاما. تذكر جيدا، إذا أحرزت الميداليتين في عام استطاعت أن توفق بين دراستها في المرحلة الثانوية وتدريباتها المكثفة أي الكثيرة والمتكررة للحفاظ على مستواها التعليمي والرياضي المتميز. حصلت آية على رسالة الجمهورية لتكون أول من يحصل عليه في تاريخ السباحة المصرية. تمام. الهدف الثاني، طبعا معنى بارمبية أي ذوي الإرادة، ذوي أي أصحاب. تأهلت صعدت التدريبات المكثفة أي الكثيرة، التدريبات المكثفة أي الكثيرة، الإرادة العزيمة والإصرار، وسام ميدالية يهبها رئيس الجمهورية إلى البارعين في كافة المجالات. تحصل على أي المضاد تفقد الإرادة الضعف. أحرزت المضاد أضاف استطاعت، عجزت المكثفة المضاد القليلة أول مضاد بها آخر. ميدالية جمع ميداليات، بطولة
Yeah.
أين؟ أقول فضيتان وأريد رمزيتان، هكذا حرف العطف. طيب أين مستوى التعليمي والرياضي؟ هذه وضع عطف. كلمة أنتم بالياء أسهل شيء في كلمة في، هناك العديد في تدريباتها، تمام؟ طيب تعالوا بنا لنتعرف على كلمة بها اللام القمرية، ونعلم جيدا أن اللام القمرية يعني سكون وتكتب وتنطق في كلمة العالم، المكتبة، المرحلة، الحفاظ بالحفاظ، هذه كلها كلمات بها اللام القمرية. وإذا أردنا أن نستخرج كلمة بها لام شمسية عشان ما تزعلش مننا أقول الثانوية، التعليم، الرياضي، تكتب ولا تنطق. افهم الإجابة الصحيحة منها بين القوسين، جمع كلمة بطولة، بطولة وبطولة وبطولة تصير بطولات، عكس أحرز هنا أضاع أو فقد. وكلمة استطاعت وانتهت فعل ماضي، وكلمة المرحلة هنا مفردة المثنى ونجد المرحلة واحدة، إذا هي مفردة. ما المدريات التي أحرزتها آية في السباحة؟ أحرزت آية مديتين الفضية والبرونزية، آية في بطولة العالم في المكسيك عام 17 2000، هذه معلومات غير أهمية. آية منذ ولادة من ذوي الإرادة، من ذوي الإرادة. حصلت آية على إنسان الجمهورية، وهي أول من حصل عليه في السباحة في مصر. تعلمنا أن كل إنسان